رأس مؤخرا حاكم إقليم بروكوين غارو أمادو أويجو اختتام فعاليات أسبوع الفرنكوفونية بمدينة فيا حاضنة إقليم بوركو. تقرير الزميلة فاطمة داود اللحمر. Ma première année ont laissé dans ma mémoire très peu de traces. في إطار فعاليات الأسبوع الفرنكوفونية دورة 2017 اختتمت فعاليات الأسبوع الفرنكوفونية الذي نظم لأول مرة بمدينة فيا من قبل المركز الثقافي لتعليم اللغة الفرنسية بالمدينة. وعلى مدى 5 أيام شهد الأسبوع العديد من الأنشطة الثقافية المختلفة، منها محاضرات علمية تتركز حول معرفة اللغة الفرنسية بالإضافة إلى نشاطات أخرى كسباق الخيل وسباق الهجن. في الكلمة الختامية لهذا الأسبوع تحدث مدير المركز الثقافي لتعليم اللغة الفرنسية بمدينة فيا باياجيم مارسيل الذي قدم شكره لكل الذين ساهموا في هذا الأسبوع، موضحا بأن الحضور المكثف لهذه التظاهرة من طرف هذا العدد يبرهن على تعلقهم بها كلغة انفتاح على الآخر، مما يزيد من دورها في إثراء التنوع الثقافي في بلادنا. بدوره حاكم إقليم بوركو أنغارو أحمدو هيجو ثمن الاحتفال بهذا الأسبوع معتبرا أن اللغة الفرنسية لغة حية ويجب أن تكون في صميم اهتمام الدول الناطقة بها كلغة عمل واتصال بالآخر. وللتذكير قدمت جوائز رمزية في نهاية الحفل للمتفوقين في هذا الأسبوع.